choses à vivre, à faire et à raconter. Ces trois personnes vont raconter leur vie, leur espoir. حياة قاسة موانا في الاخر قاد فكت فلاسة شيطان ما قليش تقاد قاسنا ماسة صغور في بعد تموت من بكري من كريم اي واحد المغرب غي صندالة مقطع لفو تزيد كل زبالة وتقطع تفو المغرب كي السبالة كي علي نشفو تجي وريح وتعيق ويتلفو كون كان الخير كتر غيغلب الشر دوم الشر طاغي على القلوب البشر كون كان لقيت بنت الناس غنعاشر تربقى وغي بنات نعاس العاشر سماني جدي باين با الله يرحموه طارق انسان كلش منو تيحشموه طارق غين سايه بيه غير كي تيحلموه وماشي ليك يقلبو في بلاصة غي دموه لقيت راح تبالي في جوال الانساني واخا وجهي كشف بيه مازال ما نسالي غنقول لك مشغول واخا نكون مسالي وهاد الشي لا جاوبت حيت الريزو مجالي ما ديرش في حالي انا موعد موتي قرب قام في حالي والقلب كبير حق قرب ولا شتي شي بوستر ديالي بلا ما تجرب دير في حالو غتقاضي راسك حاول تهرب شوف الناس يموتوا شوف الطرق يداوي فيهم باش الناس يخوزوا عدو امكانيات وتيقول خليهم بيتش بغيت نوض نتقف قالي نسوني حالتي بغيت هادشي وديما فين غنمشي وقولي قولي بعضي كان تسائل كان قول مال هاد الناس ما بين دموعي واحد مدلول وبلا إحساس كاع ما كان تفائل مشغول بكاع الهواس عارف راسي أنا راجل مسؤول عمري نحباس وشحال من خطرة غلطت وكاع ما باغي نتعلم عيط نشرح ليكم حتى شي حد ما بغى يفهم ملي نشوف حياتي قدام عيني غادة وكتهدم الدموع اللي في عيني نشفو ربي راك عالم اختاريت نعيش وحداني مو حل واش غادي نندم باغي نعيش هاني حيت ملي نعيش في الهم كتجيني الغيرة العشران اللي غارقين ديما في السم عارف داكشي غير الفاني الله يعفو من هاد السم كنحس براسي عييت وبغيت انا نرتاح ملي نعيش في الظلام فوقاش غايطلع الصباح ختام حياتي راجعة اللور غادة وكتقباح قولي شكون غيحس بيا شكون دموعي غيمساح شوف الناس يموتوا شوف الطرق يداوي فيهم باش الناس يخوزوا عدو امكانيات وتيقول خليهم بيتش بغيت نوض نتقف قالي نسوني حالتي بغيت هادشي وديما فين غنمشي وقولي قولي بعد شي مرات نحط راسي انفاس معايا نقول ليه كون كيما انت فاك ما بغيتش نكون مليح وصار ربي على خوك ديرو حداك وشوف فيه شوف ليه غير ربح علاش كتكفري عليه عندك الله امك وباك وتبقى فاك ما بقيتش ندير حتى شي حد ورا ظهري الصاك انا الشلي فيك ساكن شديت من غير ساكت وبكيت على فين ساكن منين غيجيك الساهل وانت صعابتي من الداخل غنبدل لي اسبوع واحد اخر قول اعوذ بالله انا مرت بقوت الباطل اللي قالوا علينا درناه هاي هاد ثلاثه اللي قالوا شي حاجه تطعبوا كرداس تاع قلبهم درداك والطرطاق وشبعين رضعت الميمه والاب اما اللي بقى يمشي زايد حيدو شوف الناس يموتوا شوف الطرق يداوي فيهم عشر ناس يخوزوا عدو امكانيات وتيقول خليهم بيتش بغيت نوض نتقف قالي نسوني حالتي بغيت هادشي وديما فين غنمشي وقولي قولي انا الشلي فيك ساكن فكت فلاسة الشيطان ما قليش ما بين دموعي واحد مدلول وبلا احساس BeatFilla.com